وخلينا نبدأ مع حضراتكم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وزي ما احنا بنقول هي أطلقت معسكر للهيئة البرلمانية ده في محافظة بورسعيد. المعسكر شاهد مناقشة بين نواب التنسيقية والمكتب الفني للتكتل حول خريطة تنفيذ الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل لمجلسي النواب والشيوخ. ده طبعا من الحاجات المهمة. لو عايزين بقى نتعرف على التفاصيل دي واستعدادات التنسيقية بشكل عام، أهم التشريعات اللي هيتم طرحها، إيه الأدوات الرقابية في مجلس النواب على وجه الخصوص، هيكون في تلك المداخلة الهاتفية مع النائب محمد إسماعيل أمين سر مساعد التكتل البرلماني لتنسيقية شباب الأحزاب. بنرحب بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمود وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك سيادة النائب. خلينا في البداية، متعودين إن يبقى في الصالون الثقافي، الصالون السياسي، ورش العمل، الحاجات اللي دايما تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحاول إنها تعملها. المعسكر بقى إيه المختلف فيه وإزاي بيتم المناقشة ما بينكم؟ لو تشرح لنا عن المعسكر أكثر. هو انطلاقا من يعني سياسة التنسيقية وشعارها إطلاق سياسة بمفهوم جديد وبرلمان بمفهوم جديد، يمكن المعسكر ده يمكن مش المعسكر الأول لنواب التنسيقية، احنا ده المعسكر الثاني لينا، واحنا دايما بعد كل دور انعقاد انتهائه وبداية استعداد لدور انعقاد جديد، احنا في استعدادنا الآن للدور انعقاد الثالث، دايما بنعمل معسكر بيجمع النواب بالغرفتين سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وده علشان يحصل مراجعة، وده انطلاقا من سياسات التنسيقية وأهدافها نحن دايما بنبحث على التطوير المستمر لأداء النواب، وبالتالي بيتم مراجعة الملفات اللي تم تنفيذها في دور الانعقاد السابق والإيجابيات والسلبيات، وبيتم وضع خطة لدور الانعقاد الجديد وطريقة التشبيك ما بين المجلسين، لأن احنا دايما بيحصل في تكامل ما بيننا ما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكمان منتديات التنسيقية، يتم طرح أهم القضايا اللي بتمس المواطن المصري. وبالفعل أنا هسألك على طول، أهم القضايا اللي حضراتكم ناقشتوها وقلتوا احنا كنا المفروض نتكلم عنها أو عايزين في الدور الانعقاد التاني بما أننا فوتناها من الدور السابق، ايه القضايا اللي كانت على الأولوية وكانت لازم انها وهتبقى موجودة ان شاء الله في دور الانعقاد القادم؟ بصوا حضرتك، احنا دايما بنشتغل بتقسيم نوعي للقضايا، فبيبقى عندنا المحور السياسي، محور اجتماعي، محور اقتصادي، وبنطرح فيه كل القوانين والقضايا، يمكن ناقشنا اكتر من 60 مشروع قانون، مجموعة من الاقتراحات برغبة هيتم تقديمها الحكومه، ويمكن في دور الانعقاد اللي فات في مجلس الحمد لله في اكثر من 8 اقتراح برغبه تم تنفيذهم من الحكومه. مجلس النواب كان لينا مشروع قانون بتوع اللي كان موجود قادرون باختلاف، كان صندوق قادرون باختلاف كان تم اقراره في دور الانعقاد السابق، واشتغلنا على الثلاث محاور، وكان معانا مش بس نواب من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بس في التنسيقيه، كان معانا زملائنا اعضاء مجلس أعضاء المجلس عندنا اللي موجودين من نواب المحافظين كسلطة تنفيذية برضو الشغل على الأرض، يعني الأعضاء المنفذين في التنسيقية لكن موجودين سواء في محافظة أو أي جهة تنفيذية. مجلس الأمنة عندنا كانوا موجودين نواب المحافظين، كان موجود أعضاء من التنسيقية المنتديات المختلفة للتنسيقية بأوراق العمل والمقترحات، والكلام ده كله كان فيه عصف ذهني وكان في نقاشات الرأي والرأي الآخر، لأن دايما التنسيقية بتبحث على المساحات المشتركة ومصلحة المواطن والقضايا اللي تخدم الدولة المصرية. نعم، في ظل الحوار الوطني بالتأكيد، ودايما احنا بنسأل حضراتكم لأنه سواء إجابات حضراتكم أو ده اللي واضح للجميع الصراحة، فكرة أنكم يعني طبقتم الحوار الوطني المصغر وبتحاولوا تعملوا ده في التنسيقية، شايف إيه اللي ممكن تبقى المحاور اللي برضو سواء المشاركة من خلالكم أو من بعض اللي هيبقوا موجودين في الحوار الوطني من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بيناقشوا هذه الموضوعات اللي محتاجة أنه إن يتم تركيزها في مجلس النواب ويتم تركيزها في الحوار الوطني؟ هل برضو في إجماع على بعض القضايا اللي زي كده؟ هو زي ما حضرتك ذكرت، هي التنسيقية تعتبر يعني كانت نواة للحوار الوطني، بس كان ما بين الشباب الأحزاب والسياسيين. احنا اشتغلنا هو يمكن دي السنة الخامسة
وكان الحوار هو بديلا عن الصراع، وكان حوار مثمر، وكنا دايما بنبحث على المساعدات المشتركه، وهو ده اللي موجود في الحوار الوطني حاليا. الحمد لله تم اختيار 5 من الكوادر التنسيقيه ممثلين في الامانات المختلفه في مجلس في جلسات الحوار الوطني كمقررين للجان، لجنه الشباب، وفي لجنه الاداره المحليه بحكم اهميه صدور قانون المحليات، وبنتكلم على بعض القوانين الهامه فيما تخص المحليات والتراخيص. وبالتالي فوجود كوادر من التنسيقيه ده، يعني احنا شكرنا لجنه الحوار الوطني على اختيارها 5 من كوادر التنسيقيه ان هم يبقوا موجودين في كمقررين او مقررين مساعدين للجان، لان هم هينقلوا برضو ما تم في التنسيقيه، وازاي كنا بنسمع راي وراي اخر، وازاي بنجمع الافكار عشان نوصل لحل لمشكله بتواجه الدوله المصريه. لان لا يعني لا يوجد اي اختلاف ما بيننا ان احنا عايزين المصلحه العامه للدوله، ولكن تختلف رؤيتنا في الوصول الى الهدف، وبالتالي بنبحث دائما على الاتحادات المشتركه، وهو ده اللي احنا تعلمناه في التنسيقيه. التنسيقيه داخليا برضو بتجهز اوراق عمل فيما تخص كل المحاور سواء المجتمعيه والثقافيه والسياسيه، وهيتم التقدم بيها لاداره الحوار الوطني. احنا بنشكرك طبعا على كل هذه المعلومات، وكل توفيق لحضراتكم في المعسكر وما يتبعه، واي كانت مناقشات طبعا ان شاء الله هي تهم المواطن اولا واخيرا. بنشكرك سياده النائب محمد اسماعيل امين سر مساعد التكتل البرلماني لتنسيقيه شباب الاحزاب، شكرا جزيلا لحضرتك.